اليوم ونحن في احتفالية تسليم المرحلة الأولى من مشروع المنطقة المركزية للأعمال، يسعدنا أن نستمع إلى كلمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السادة الحضور من الشركة الصينية شريكة في هذا المشروع الكبير، حضرات السادة والسيدات الحضور معانا النهاردة، اسمحوا لي طبعا في البداية ان انا يعني اعبر عن فرحتي وسعادتي كبيرة جدا بوجودي النهاردة هنا في هذا المشروع الكبير جدا اللي بدأ فعلا يعني لبناته كحلم منذ أقل من 5 سنوات كتنفيذ أو 6 سنوات تحديدا. والحقيقة يمكن أنا هاخد الكلمة اللي قالها الدكتور عاصم في البداية، احنا النهاردة لأن ممكن يكون لسان حال اللي بيشوفنا النهاردة في منطقة الأبراج بيقول طب يعني المشروع ده بمستواه هو بيعود على مصر بإيه؟ خلينا أبدأ الأول إن احنا على مدار الأسابيع الماضية كنا موجودين فعلا في 4 مدن جديدة بنحتفل بوصول مشروع أو المبادرة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين، إن احنا بنصل إلى رقم 1,000,000 وحدة سكنية، 1,000,000 وحدة سكنية للشباب والمحدود الدخل في كل رقعة من رقاع من مصر. أنا بقول هذا المشروع لأن تاني يمكن ممكن عدد من شبابنا ما يعيش على مشكلة الإسكان أو ما كانش حاسس بمدى حدة مشكلة الإسكان، وأرجو كل زملائنا الإعلاميين كبار الإعلاميين يسترجعوا كل الأفلام والأعمال الفنية المصرية لما كانت بتتكلم على موضوع السكن ومدى يعني هذه حدة هذه المشكلة. بالمبادرة اللي فخامة الرئيس أطلقها واشتغلنا عليها كلنا بكل إخلاص تراجعت حدة هذه المشكلة بصورة كبيرة، وبقت الدولة المصرية قادرة بمشاركة القطاع الخاص ان احنا نقدم كل انواع الاسكان ومنتجاته بالكم اللي ان شاء الله يقدر ان هو يغطي كل الطلب بالرغم من الزيادة السكانية. انا بقول هذا الموضوع لان 1,000,000 وحدة سكنية اللي هم السكن للشباب ومحدودي الدخل كلفوا الدولة اكتر من 400 مليار جنيه، بالاضافة الى 300,000 وحدة سكن بديل للمناطق الغير امنة. ومرة اخرى ارجو من حضراتكم نرجع للأفلام والمسلسلات اللي كانت بتتعمل قبل 2011، وأنا بنفسي يعني كنت راجل متخصص وكان يعني الواحد بيتفرج على المناطق الغير أمنة والعشش والمناطق الغير إنسانية اللي كان بيعيش فيها مئات الألاف من أسر مصر، ملايين من أبناء مصر وأطفال بينشأوا في ظروف غير أدمية على الإطلاق. الحمد لله وبفضل الله وكرمه ودعم القيادة السياسية اللامحدود قدرنا ننهي هذه المشكلة. مشكلة كلفتنا، مش هقول مشكلة، تحدي كان موجود ونجحنا ان احنا نحله برقم برضو يقترب من 120 الى 150 مليار اخرين. يعني احنا بنتكلم ان الدولة انفقت لإسكان محدودي الدخل والحل مشكلة المناطق الغير امنة اكتر من 500,000,000,000,000 جنيه مصري. انا بقول هذا الكلام لان احنا كدولة مكلفين ومعنيين ان احنا لازم نحقق تنمية كاملة للدولة دي للمستقبل. المناطق العشوائية اللي طلعت واللي كانت بتخنق كل مدننا وما زال بقاياها موجودة وكلنا عارفين هذه المشكلة، ده نتيجة لان اللي كانوا قائمين في وقت ما قدروش يخططوا ويبنوا للمستقبل. طالما انك انت ما بتبنيش للمستقبل بطريقة سليمة ومخططة الناس بتجد الحل بمعرفتها، وللأسف بيبقى الحل مش بالصورة اللي احنا كلنا بنرجوها. طب ده بيؤدي لايه؟ انه بيكلف الدولة اكتر عشان اصلح. النهاردة لما بنيجي نحاول نشق طريق جوه منطقة عشوائية واحدة بيكلفنا اضعاف تكلفة الطريق نفسه عشان ازيل وعوض الناس اللي موجودين عشان انشئ الطريق. انا بقول هذا الكلام لان انشاء مدينة زي دي زي كل المدن الجديدة لما بدأنا هذه المنظومة منذ يعني تولي فخامة الرئيس مجموعة المدن الجيل الرابع، ناس كتيرة تساءلت هو انتوا بتعملوا المدن الجديدة دي ليه؟ تاني انا بقولها احنا مش بنعملها لينا احنا، احنا بنعملها لولادنا واحفادنا عشان يجدوا مكان سليم يعيشوا فيه. زي
يعني هقولها تاني، لو كان اللي قبلينا من 30 سنة و 40 سنة خططوا صح، كان طلعت الأجيال اللي احنا بقينا منها كلها ووجدت أماكن على الأقل آمنة ومخططة سليمة إن هم يعيشوا فيها. أنا بقول هذا الكلام لأنه شديد الأهمية إن احنا نتكلم وإحنا النهاردة في قلب العاصمة الإدارية على إن الدولة بتشتغل على محورين: تطوير العمران القائم اللي كان مهمل وإزاي إن احنا بنصلحه، وده شيء صعب جدا، وكمان بنبني المستقبلنا عشان ما تتكررش تاني نفس المشكلة اللي احنا بنعاني منها النهاردة. مشروع النهاردة اللي موجودة احنا موجودين احنا فيه، الحقيقة يعني أنا بسترجع لما كنا بدأنا تخطيطه كان هدفنا إن احنا نعمل منطقة مركزية، ودي بقى هرجع ورد هو يعني ايه اللي احنا هنستفيده كمصريين من المنطقة زي دي. فأي مدينة كبرى زي ما كلنا بنزور وبنشوف بنلاقي مناطق مركز المدينة وقلب المدينة اللي بيبقى مقار للشركات العالمية والمحلية والمناطق التجارية ومباني إدارية وحتى جزء سكني، وده يمكن دايما هو ده اللي بيميز وبيبقى العلامة المميزة لأي مدينة كبيرة. عشان كده كنا حريصين في هذا المشروع نستعين بأفضل الخبرات العالمية، استعنا بأكبر المكاتب العالمية المحلية والأجنبية، استعنا بأحسن شركات في العالم بتنفذ هذه الموضوع المشروعات من الأبراج، طبعا الشركة الصينية، وأنا مرة أخرى بوجه لهم كل الشكر على الجهد الكبير اللي عملوه، منظومة العمل المحترفة وشديدة الاحتراف اللي أنا بعترف كلنا تعلمنا من الخبرات اللي هم ادوهالنا. لكن الأهم إن كل هذه الأبراج اتنفذت بأيادي مصريين، شركات مصرية اشتغلت كتحالف مع الشركات مع الشركة الصينية، وعشان كده اتنقل لهم خبرات هائلة من خلال هذا المشروع بيمكن شباب المهندسين والفنيين المصريين ان هم ينفذوا مثل هذه النوعية من المشروعات سواء في مصر او برا مصر في خلال الفترة القادمة ان شاء الله. الاهم مع تشغيل هذا المشروع عشرات الالاف من فرص العمل للشباب المصري هتبقى متوفرة، اللي هيشتغلوا في مقرات هنا والشركات وفي أعمال إدارة هذه الأماكن، المناطق التجارية، المناطق الترفيهية، كل ده فرص عمل هتتخلق للمصريين وللشباب المصري علشان النهاردة يبقى ده بيضيف للاقتصاد المصري. أنا حبيت بس أقول هذه المقدمة لأن يعني هذا المشروع العملاق، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ناس كتيرة جدا شككت فيه وقالت إن هذا المشروع يعني مشروع لن يكتب له النجاح، وكان هناك تجارب كثيرة قبل كده ولم يكتب لها النجاح. النهاردة أنا بقولها لحضراتكم الكلام ده ليه؟ لأن تقريبا معظم دول العالم بتنفذ مشروعات عملاقة لإنشاء مدن إدارية جديدة أو عواصم إدارية جديدة لكل الدول الكبرى، بما فيهم الصين نفسها بتعمل النهاردة حي إداري كبير جديد داخل العاصمة الكبيرة بتاعته. فالكلام اللي احنا بنعمله ده احنا كنا مستشرفين المستقبل. القاهرة القديمة تضخمت بصورة كبيرة جدا واصبحت ان عشان نقدر نحلها لازم نخرج بالانشطة الادارية والحكومية للخارج ونجذب التنمية المستقبلية لاماكن اخرى، لان القاهرة اصبحت مكدسة. فهو ده اللي احنا اشتغلنا عليه من فكرة انشاء العاصمة الادارية. وعشان العاصمة الإدارية، عشان ما نكررش أخطاء المدن الجديدة اللي فاتت، زي ما كانوا الخبراء قالوا انتوا بتعملوا المدينة وبعد كده تفكروا ازاي تربطوها بالمدن القديمة، من أول يوم اشتغلنا على ربط المدينة والعاصمة الإدارية بالقاهرة وبقية مدن الجمهورية من خلال شبكة متطورة جدا من وسائل النقل الحديثة. بنتكلم على قطر كهربائي فائق السرعة، القطر الكهربائي الخفيف، المونوريل، الأوتوبيسات الكهرباء اللي بتربط، وبالإضافة إلى شبكة طرق عملاقة بتربط العاصمة الإدارية بكل حتة في مصر. يبقى احنا من أول لحظة عارفين احنا بنعمل ايه وبنشتغل عليها بالتوازي. النهاردة الحمد لله، ويمكن واحنا موجودين النهاردة هخلص هذا الاجتماع وارجع لمكتبي في العاصمة الإدارية في الحي الحكومي الجديد اللي أصبح فيه 50,000 موظف. 50,000 من المصريين كل يوم موجودين في هذا الحي الحكومي الجديد، بينتقلوا بمنتهى السلاسة وبيتحركوا، عدد كبير منهم ابتدى يسكن جوه العاصمة الإدارية أو حتى في المدن القريبة منها. يبقى فعلا ابتدينا نضع لبنات النجاح لنقل السكان ونقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة مع كل هذه المشروعات أنا بقولها لحضراتكم، انتهينا من تسكين الحي السكني الأولاني اللي هو لإسكان الموظفين في العاصمة
ما يقرب من 10,000 وحدة في مدينة حدائق العاصمة الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة. مرحلة الثانية والثالثة في خلال الشهور البسيطة الجاية هياخدوها. لكن الأهم الحي السكني اللي هو هنا أول حي سكني أنشأناه في العاصمة الإدارية اللي هو R3، النهاردة كان فيه 24,000 وحدة سكنية بمختلف المستويات. أعتقد أنا سعيد جدا أن أنا أقول تقريبا اتباعوا كلهم بالكامل، واللي احنا بنتكلم اللي فاضل فيهم أعداد بسيطة جدا. ده معناها أن إذا ضربنا كده 24,000 وحدة في 4 أفراد، يعني بنتكلم في 100,000 مواطن مصري هيبقوا موجودين لوحدهم في هذا الحي. أنا بحكي كل هذا الكلام عشان نوري قد إيه لما بنفكر صح وبنخطط صح للمستقبل، الحمد لله ربنا بيجازينا خير على هذا الموضوع. الأهم منظومة إدارة العاصمة الإدارية من أول لحظة احنا قلنا عايزين نديرها بمنظومة وفكرة القطاع الخاص، عشان كده أنشئت ليها شركة، شركة العاصمة الإدارية الجديدة، علشان برضو اللي بيتقال إن الإنفاق على المشروع كان من إنفاق من الدولة، الكلام ده مش صحيح. الكلام ده احنا نفذناه من خلال نفس الفكر اللي بتقوم بيه شركات التطوير العقاري العملاقة اللي موجودة في أي حتة في العالم وفي مصر وبتنجح. عملنا نفس الفكر، شركة لإدارة المدينة الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة. والنهاردة هذه الشركة العام المالي اللي فات قفل بأرباح تجاوزت 20 مليار جنيه. فمعنى كده هذا المشروع مشروع ناجح، وأنا في تقديري الحمد لله مع حجم التنمية اللي موجود إحنا بنسبق في العاصمة الإدارية الجديدة معدلات إشغال ونمو المدن الجديدة بصفة عامة في أي حتة. عادة كان أي مدينة جديدة بتاخد لها على الأقل 20 سنة عشان الناس تبدأ تشعر أنها أصبحت نابضة بالحياة. أنا بقولها لحضراتكم تقديري كراجل، يعني دي شغلتي، مش أكتر من 3 إلى 4 سنوات على الأكثر من النهاردة وحلاقي هذه المدينة نابضة بالحياة ومئات الألاف بيقطنوا هذه المدينة. كل ده أنا بقوله لأن ده التوجه اللي احنا كدولة بنشتغل بيه، نخطط للمستقبل ونصلح القائم. حجم المشروعات اللي بتتعمل بقى جوه القاهرة العاصمة القديمة بتاعتنا النهاردة يفوق الوصف. حجم هائل من تطوير المناطق القديمة وفتح شبكات طرق وإنشاء مناطق ترفيهية ومناطق خدمية جوه القاهرة القديمة، الحفاظ على التراث، إنشاء مشروعات مثل حدائق الفسطاط وتلال الفسطاط اللي هتبقى أكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط، أكتر من 500 فدان، منطقة خضراء في قلب القاهرة، مناطق كانت مهملة وآسف كانت مقالب للقمامة بتتحول إلى مناطق خضراء وبحيرات ومناطق ترفيهية. المناطق العشوائية اللي اتشالت واتبنت مكانها مناطق حضارية لأهالينا برضو من القاهرة. احنا بنطور القاهرة القديمة زي ما بنعمل المدن الجديدة. كل ده أنا بتكلم فيه ده شق في جزء من خريطة وخطة مصر للتنمية للمستقبل لغاية 2030. احنا يمكن أنا كنت على مدار اليومين الثلاثة اللي فاتوا كنا في زيارات، مرة في العين السخنة والمنطقة الاقتصادية، ومبارح كنا في العمرية والنبارية في الجانب الآخر من مصر، وكلها أنشطة تخص الصناعة والزراعة، لأن احنا موقنين تماما إن هذه القطاعات الإنتاجية هو السبيل الوحيد لاستدامة النمو الاقتصاد المصري. صناعة وزراعة واتصالات وتكنولوجيا معلومات وأنشطة أخرى زي السياحة وخلافه، كل ده هدفنا إن احنا ننمي ونطور هذه الدولة بطريقة ثابتة وبخطة ثابتة، حتى بالرغم إن احنا عارفين إن احنا متعرضين لأزمة اقتصادية غير مسبوقة. ومرة أخرى أنا عايز أكد عليها، صحيح إن الأزمة خانقة في مصر وإحنا نعي تماما ذلك وبنشتغل ليل ونهار على وضع الحلول لتجاوز هذه الأزمة اللي إن شاء الله هنتجاوزها بإذن الله في خلال الفترة القادمة، بالرغم إن العالم كله بيموج بنفس المشاكل والاضطرابات. كل الدول ما فيهاش يعني حالة ثابتة ومستقرة، هناك العديد من المشاكل. الصندوق النقد بيقول ما زالت 2024 هتكون سنة تحدي لكل الدول النامية وكل العالم كاقتصاد بسبب كل الظروف اللي احنا موجودين فيها، بيضاف علينا كأعباء المشاكل والاضطرابات السياسية اللي حوالينا اللي في المنطقة اللي بتضيف علينا برضو ضغوط أخرى. ومع ذلك الدولة المصرية وضع خطتها وبتشتغل بمنتهى الثبات
لأن عندنا رؤيتنا لهذه الدولة وحلمنا لغاية 20-30. أنا مش بتكلم لخمسين سنة، أنا بتكلم فقط لست سنوات من الآن، نعي تماما إزاي الدولة دي نقدر نتجاوز الأزمة اللي احنا موجودين فيها ونتحرك حتى هذا التاريخ علشان فعلا نستعيد مسار النمو اللي كنا عليه قبل الأزمة العالمية ونحقق المعدلات اللي بيحلم بيها لكل مواطن مصري. مش عايز أطول على حضراتكم، ولكن أنا حبيت أن أنا أنتهز هذه الفرصة وأنا موجود معاكم أن احنا نشرح كده بطريقة بسيطة الدولة المصرية بتتحرك إزاي في كل مناحي الحياة وكل مناحي التنمية بهدف واحد فقط، تحقيق أفضل جودة حياة للمواطن المصري. نحاول إزاي نتجاوز الأزمات اللي احنا موجودين فيها واللي إن شاء الله احنا موقنين إن احنا هنتجاوزها بإذن الله خلال الفترة القادمة، وبإذن الله كل الخير والتقدم لبلدنا الحبيب مصر. أنا بشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.